ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر، ووفقاً لأحدث الحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان 2025 يجب أن يوافق يوم السبت الأول من مارس 2025. ومن المهم الإشارة إلى أنه من المرجح أن يتم تأكيد هذه التواريخ أو تعديلها بعد رصد الهلال القمري من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الهلال القمري. هذه التواريخ مبنية على حسابات فلكية وقد تكون عرضة للتغيير، وبذلك سيتم تحديد الموعد الرسمي لشهر رمضان 2025 وعيد الأضحى في الجزائر من خلال المراقبة المباشرة لهلال القمر والمعلن عنها من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما أكد هذه التوقعات إبراهيم الجروان عالم الفلك الشهير ومدير القبة السماوية في الشارقة. ووفقاً لحساباته فإن اليوم الأول من شهر رمضان 2025 يجب أن يتزامن مع الأول من مارس، وهو التاريخ الذي يتوافق مع التقديرات العامة، ويختلف تحديد أول يوم من شهر رمضان باختلاف البلدان والتقاليد، في حين أن غالبية الدول الإسلامية تفضل المراقبة البصرية للقمر الجديد، فإن البعض الآخر يفضل الحسابات الفلكية. في الواقع تقضي التقاليد بأن بداية شهر رمضان يتم تحديدها بظهور الهلال القمري، وهي ممارسة موروثة عن الأجداد ومرتكزة على تعاليم النبي، ولذلك في العديد من الدول العربية والإسلامية يتم إنشاء لجان مراقبة لمسح السماء والتأكد بصرياً من ظهور الهلال الجديد. وفي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال فإن المحكمة العليا هي المسؤولة عن هذه المهمة الحاسمة، وفي الجزائر تتولى اللجنة الوطنية لمراقبة الهلال القمري مسؤولية هذه المهمة.